الملك أحموس، المعروف أيضاً باسم رمسيس الثاني عشر، كان ملكاً فرعونياً مصرياً قديماً في الأسرة الثامنة عشرة من الدولة الحديثة في مصر القديمة. ولد أحموس في عام 1525 قبل الميلاد، وحكم لمدة حوالي 46 عاماً من عام 1427 قبل الميلاد حتى عام 1380 قبل الميلاد. طوال فترة حكمه، شهدت مصر القديمة تطوراً ثقافياً واقتصادياً وعسكرياً مذهلاً. أحموس كان من أكثر الملوك المصريين نجاحاً وشهرة. قاد حملات عسكرية ناجحة ضد الأعداء، وتوسعت نفوذ مصر في المنطقة بشكل كبير. قام بحملات عسكرية إلى سوريا وأرض كنعان، ونجح في استعادة السيطرة على بعض المناطق التي كانت تحت سيطرة الإمبراطورية الحيثية. كما قاد حملة عسكرية إلى نوبيًا، وتوسعت حدود مصر جنوبًا. تعتبر فترة حكم أحموس فترة ذهبية في تاريخ مصر القديمة. شهدت هذه الفترة ازدهارًا في الفن والأدب والعمارة. قام أحموس بإعادة بناء العديد من المعابد والمنشآت الرئيسية في مصر، بما في ذلك معبد كرنك ومعبد الأقصر، وأضاف العديد من الزخارف والنقوش الجميلة إلى هذه المباني. كان أحموس أيضاً معروفاً بتوجيه اهتمام كبير للفنون والأدب. استمد الدعم الكبير للفنانين والشعراء والكتاب، وترعرعت في عهده العديد من الأعمال الأدبية الرائعة والتماثيل الفنية الجميلة. كما عمل على توفير الرعاية للعلماء والمفكرين وتعزيز البحث العلمي والمعرفة. بالإضافة إلى إنجازاته الفنية والعسكرية، ساهم أحموس في تطوير الاقتصاد المصري. قام بتوسيع الزراعة وتحسين نظام الري، وزاد من إنتاج الحبوب والفواكه والخضروات في مصر. كما قام بتعزيز التجارة الخارجية وتوسيع شبكة الاتصالات والتواصل مع الدول الأخرى.